المواقع، ولذلك توجهوا مباشرة إلى مكان وجود الجنود. وتم حاج بتقول لي دخلوا قاعدة من القواعد لقوا أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية ومعاه من ضمن الهجوم اللي نفذته حماس هاجمت حاجز إيرز اللي هو المدخل الشمالي لقطاع غزة مع الخط الأخضر. نعم. وحسب الحديث أنه تم أسر واعتقال مسؤول المخابرات في هذا الجسر واللابتوب تبعه وبعض القوائم، وهو مسؤول عن تجنيد العملاء حسب ما جاء على شبكة التواصل الاجتماعي. وهذا كان بالنسبة لهم كنز كبير، كنز معلوماتي. نعم. انه تلقي القبض على ضابط بجند عملاء في داخل قطاع غزة معلومة كبيرة، بتقدر تعرف شبكة المخابرات جندت مجموعة من العملاء، مين هم وكم بياخذوا وين سكنوا وتليفونه وكل هاي المعلومة. هاي كانت بالنسبة كنز كبير. نعم. ده اللي وصلوا له كمان. وصلوا له هذا بالإضافة لسلسلة تحقيقات إخفاقات هاي. يعني الجيش الإسرائيلي لم يتحرك بعد هجوم حماس الساعة 6:30 إلا بعد 5-6 ساعات تستفاق تستوعب تبدأ العمل. ومن اعترافات الكثير من السيدات اللي من المستوطنات اللي تركوها وما تدعو عليها انهم جلسوا لمدة 2-3 ساعات قبل ما يجي الجيش ويهاجم هاي البيوت والمستوطنات، والجيش هو اطلق النار على البيوت. يعني احدى المستوطنات قالت بالحرف الواحد انه انا ما اعتدوا علي، كان زوجي موجود وهذا واحنا اتصلنا مع الجيش، وجد الجيش لهون وفتح، لم يفتح حوار، قصف البيت. الجيش الاسرائيلي قصف البيت، قتل زوجها وابنائها ودمر البيت. لذلك هذا استنتاج واضح انه هذا الكم الكبير من الدمار في سدرات نفذ الطيران الاسرائيلي دمر البيوت على المقاتلين اللي فيها ولم يفتح حوار مع عناصر حماس. بالناس حتى ما لهش علاقه بالناس. قتل المستوطن، هو من قتل جزء كبير من ال 1400 اسرائيلي اللي قتلوا في المستوطنات الاسرائيليه. بشوف الفتره اللي فاتت بعض الاسرائيليين بيسيبوا وبيمشوا بيهاجروا، ايه اللي كبير بيحصل ده؟ جزء كبير من اللي كانوا يعيشوا بما يسمى غلاف غزة وكأنه كتاب، يعني هي ليس هي مجموعة من المستوطنات، أكثر من 28 مستوطنة تحيط بقطاع غزة من الشمال إلى الشرق وإلى الجنوب على الحدود المصرية. نعم. 28 مستوطنة، أكبرها مستوطنة سدرات، عدد سكانها يتجاوز 40,000. هناك 3 قواعد عسكرية، زكيم وبكيم وفكيم، وفي عندنا معبرين، معبر كرم أبو سالم ومعبر إيرز. هاي المستوطنات 28 والمعبرين تم الاستيلاء عليها خلال 6-7 ساعات. هذا بدل على انه هذا الاحتلال خاوي ضعيف. فبدأ السكان اللي هنا من قلقهم وخوفهم يمشوا، من قلقهم وخوفهم معظمهم اجلوا تركوا هاي المستوطنة. وجزء كبير منهم اليوم قبل ايام 3-4 ايام جزء كبير منهم اعرب للقيادة العسكرية الاسرائيلية انهم لن يعودوا لهذه المنطقة، لم تعد امنة. لم يعودوا يثقوا بانه الجيش ممكن يحميهم في اي مواجهة مقبلة. ولذلك هم يبحثون عن اماكن سكن أخرى مختلفة. الجيش أجلاهم ويسكنهم في فنادق وفي منازل، في فنادق في القدس وفي محيط مدينة القدس المعتقلة. تقريبا كلهم كامل 28 مستوطنة. 28 مستوطنة، أكثر من 150 ألف مستوطن. نعم. مع منطقة صناعيات، مع بتحكي على كم هال، عدد كبير معظمهم في الفنادق، هذا مكلف ماليا ودمار اقتصادي على هذا. تكلموا على الاقتصاد، أول شهر تكلفه